ازيك يا ام عاملاه؟ انت جيت يا صفا؟ وايه صوت الاكياس اللي معاك دي؟ يكونش جالك فلوس يا حبيبي؟ فلوس؟ فلوس يا اما، يا رب يسمع من بقك. لا ده يعني اكل كده، شويه اكل كده صغيرين كده. تاكل معايا يا اما؟ انا اكلت يا حبيبي، بالهنا والشفاء لك انت. الحمد لله. بالهنا والشفاء يا اما، الحمد لله. طب طب يا اما استاذنك انا اخش. مع السلامه. مش عايزه حاجه؟ سلامتك يا حبيبي. كتبها كريم السمنون: مصر لن تكون عزبة ولن تكون ميراث لأصحاب المقام العالي. الشعب فقط هو صاحب القرار، هو الذي سيختار. الشعب هو الذي سيختار. أهو كلام بيتلف في السندوتشات. أنا أقدر برضه يا أستاذ مصطفى؟ ده أنا أتمنى أشتغل معاك. لا 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 لا، مش معنى إني متجوزة عادل البدري يبقى أنا لازم أشتغل معاه هو بس. بالعكس، أنا نفسي أشتغل مع ناس من جيلي أكتر، وخصوصا أنت. لا طبعا ما عنديش مشكلة ألبس قصير طالما يعني هيخدم الدراما. أنت بتكلمي مين؟ هكلمك تاني يا أستاذ مصطفى. أنت إزاي تدخل تتسحب عليا كده؟ وبعدين بتكلمني كده ليه وانا بكلم الراجل على التليفون؟ انا ما اتسحبتش في بيتي وما كلمتكيش قدام راجل. انا بسالك بتكلمي مين؟ بص يا عادل، جوزي على عيني وعلى راسي، لكن تتدخل في شغلي لا. انت ما اشتريتنيش على فكره، وبعدين ده فرصه كبيره قوي ليا ومع مخرج كبير. هعمله يعني هعمله الفيلم ده. ولو انا قلت لك ان انا مش موافق؟ لا هتوافق يا عادل، انا لازم اعمل الفيلم ده عشان البديل ان احنا نتطلق. اوعى تلومها ولا تلوم اي حد، لوم نفسك انت يا فالح، دي اخرتها على الدول، دي اخرتها. الله عليك يا بنت يا صفاء، أنا فخور بيك. أي أيوة والله والله. وجه اليوم يا صفاء اللي أشوفك فيه بتغني قدام الريس. الله يرحمك يا فاطمة، زمانها فرحانة بيكي قوي. لعلمك يا تيتي، صفاء دي ما كانتش هتغني لولا يعني. لا راجل، وعملتها إزاي دي؟ بترفع عينك الخبيثة؟ لا يا أخوي، لولا تشجيع المستمر ليه ما كانتش هتاخد الدفعة دي. لا أسد يلا، أسد والله. وانت عملت الكلام ده امتى؟ في دار تانية غير دارنا؟ انت ناسي يابا، ناسي ان انا يامي عيطتها وهي صغيرة. بتعيطها؟ ايوه، ما هو العياط دي هو اللي فتح لها الاحبال الصوتية. انا بجد مش مصدق نفسي. يعني انت يا عمدة وكمان معاك العيال فرحانين قوي بوجودها في التلفزيون؟ من امتى؟ ده انا اللي متربي في القاهرة اول ما بشوفها بحس ان جسمي بيشوكني. وبعدين ازاي مبسوطين كده؟ اتراسين ان انا سبت اكتر واحده في الدنيا حبيتها وكنت خلاص هتجوزها بسبب اللي انتوا فيه ده. واحنا مالنا احنا يا اخوي؟ انت هتلبسها لنا ولا ايه؟ ماني قلت لك انني موافق على الجوازه دي. انت بقى اللي عملت فيها شمشون الجبار وهدت المعبد. ما تلومناش بقى انه تهد على ام راسك. بجد والله؟ خلاص خليك واسع يا عم، خليكوا. انا اللي هغور في 60 داهيه. علي يابا علي، خلينا نسمع ونوصل. الف سلامه عليك يا ريس.
يعني في الآخر وبعد 3 سنين طلعت أنا الخسران الوحيد. غبي غبي وهفضل طول عمري غبي. من يوم ما اتولدت وأنا عايز زي الفرقع لوز، لا بثبت في بيت ولا بكمل في علاقة، بتنضط مطرح ما دماغي توديني. يوم ما الاقي البني آدمة الوحيدة اللي أحس إن خلاص حبيبها ومستريح معاها بعتها عن إيديا، فرطت فيها كمان، لأ كرهتها فيا. بعد ما كنت أحط إيدي في إيدي ابن سليم البدري عشان أطلب إيديها ونقرأ الفاتحة، هي دي نفس الإيد اللي بوظت كل حاجة وديتها أكبر ألم في حياتها وحياتي. وشك اتغير كده ليه يا ليلي؟ لا مفيش. على جلال شهاب برضو، ده انا حفظكم بالوراثه يا ولاد البدري. مجدي سليمان غانم. يا لسه بيحاول يكلمك؟ تخيل، انا مش عارفه جاب منين الجرأه دي. ده شكله لسه عنده امل، بقاله اكتر من سنتين بيحاول يكلمني وانا ما بردش. كل شويه بيغير نمرته عشان ارد عليه. ما قلت لك من زمان ان الولد ده لعبي. واضح بقى ان هو من النوع اللي بتضيع منه حاجه فبيجري وراها. لا دي مش بس ضاعت، انا لو عدى اكتر من 100 سنه مش هنسى اللي عمله معايا. استاذ امير عايز يشوف حضرتك. امير مين يا بنتي؟ انت لحقت تنسى ابيك؟ دخليه بسرعه. اتفضل. المذيع ليلي. هاي. ازيك انت؟ اتفضل. جلال بيه. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا امير؟ فينك المداد يا ابني؟ الدنيا. ياه معقوله يا امير كل الوقت ده ما تسالش علينا كده؟ تهون عليك العشره؟ لا استغفر الله، طبعا ما تهونش عليا. انا عارف ان انا مقصر جدا، بس انا كنت محتاج الفتره اللي فاتت دي جدا. انا كنت عايز اركز في شغلي واحقق ذاتي. الحمد لله انا فتحت مكتب والمكتب بيكبر، سمعته بقت كويسة أوي الحمد لله. وبعدين أنا أول ما عرفت إن الدفلي بتاعك قرب قلت لازم أعدي عليك وأبارك لك، وخصوصاً إن المشروع ده اتولد على إيدي. ولا إيه رأيك؟ أمير أنا عايزة أقول لك حاجة. اتفضلي. ما تسيبناش تاني. احنا عندنا تعليمات انك ممنوع من الدخول يا ست فتحية. ممنوع من الدخول؟ ممنوع من الدخول فين؟ في ملكي؟ في شارع عمري؟ ما تقول حاجة يا جعفر. اقول ايه وانا حامل زقة؟ يلا بينا نروح. اروح ده ايه؟ ده انا هعري شعري واخلي اللي ما يشتري يتفرج. دي فلوسي. انت يا نسبة محمد عزيز. انت يا محمد يا عزيز. كفاية روح يا شحاتك. رد عليا واسكت خالص، رد عليا. صحتك. صحتي ايه؟ اسكت انت ما تنطقش، اوعى تنطق. قلت لك الناس دي ملهاش امان؟ ما صدقتنيش. انت يا نسبه محمد عزيز. انت يا محمد يا عزيز. انا شفت عربيتك على ناصيه الشارع وعارفه انك جوه. رد عليا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خير يا ست فتحيه؟ مالك يا اختي؟ بلا اختك بلا خالتك. ايه الكلام اللي بيقوله الضرفه ده؟ تعليمات ايه ان شاء الله؟ يا اختي فتحيه الكلام اخد وعطى. ايه يا استاذ جعفر؟ وما قالكيش ولا ايه؟ جعفر هيقول لي ايه جعفر؟ هتقولها انت يا استاذ جعفر ولا اقولها انا؟ انا عايز اروح دورة الميه. دورة دوروك على حمار. انت عملت ايه؟ اسكت. استاذ جعفر خد مني 751,000 جنيه قيمه حصتك وحصته في السنتر. الكلام ده يجي من شهرين، وكان المفروض يجيب حضرتك عشان تتنازلي بشكل رسمي، بس من ساعتها بقى هو بيماطل. بيماطل؟ يا لهوي. طب لو هو بيماطل ومخبي عليا، انت ما فتحتنيش في الموضوع ده ليه؟ بناء على طلب يا ست فتحيه، انا عملته بما يرضي الله. ما كنتش اعرف انه هياخد الفلوس ويدوخني وراه. بعد اذنك تبقوا اصطفلوا انتوا مع بعض. انا الحكايه دي مش داخله دماغي ابدا. جعفر وراح فين؟ يا لهوي
يا مسبجي فلوسي شاع عمري. يا لهوي. خير يا دكتور؟ طمني، فتحية عاملة ايه دلوقتي؟ في تحسن؟ والله يا دكتورة للأسف الحالة متأخرة جدا، عضلة القلب ضعيفة لدرجة تخلينا اقف قدامها مستغرب، ازاي الست دي واقفة على رجليها وما تعبتش غير دلوقتي؟ الصراحة الجراحة فيها خطر عليها. يا ساتر استر يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وبعدين يا دكتور؟ قرار العملية لازم حد من قرايبها من الدرجة الأولى هو اللي ياخده، لأن ده قرار فيه ريسك ومسؤولية كبيرة. جوزها قافل تليفونه ومش لاقيينه، بس أنا كلمت ابنها إن شاء الله خير. مساء الخير يا دكتور، أنا مجدي ابن ست فتحية. أهلا وسهلا. ازيك يا مجدي؟ كبرت بسم الله ما شاء الله يا حبيبي. ربنا يخليك. معلش أنا مش واخد بالي بس بسبب أنا دكتورة فاتن يا حبيبي، دكتورة فاتن زكريا. أنت نسيتني ولا فاكرني؟ لا طبعا فاكرك فاكرك. هي مالها ست فتحية؟ إيه اللي حصل لها؟ أمك يا مجدي، أمك حالتها متأخرة قوي. اللي حصل لها طيب فيه بالظبط؟ عضلة القلب ضعيفة جدا، محتاجة تعمل عملية ضروري، والعملية خطيرة جدا ونسبة شفائها ضعيفة جدا جدا، ولازم حد من أهلها يوافق عشان تقدر تعمل العملية. أمال فين محروس جوزها؟ جعفر سرق فلوسها وقفل تليفونه واختفى. ادخل لأمك يا حبيبي، أمك ملهاش في الدنيا غيرك، ده انت الشعرة اللي فضلها عشان تقدر تعيش. ادخل لها يا حبيبي وادخل لأمك عشان ربنا يرضى عنك. سامحني يا حبيبي، انا عارفه انك انت بتستعر مني. لا 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 يا ماما ما تقوليش كده. لا طبعا. لا انا عارفه، بس والله غصب عني لو اقدر اكون واحده تانية كنت عشت عيشه تانية، بس كله مقدر ومكتوب يا ابني. انا فتحت عيني على الدنيا لقيت نفسي مرمية بخدم في البيوت وانا عيلة صغيرة، ولما كبرت وابوك اتجوزني وحصل اللي حصل بعدوني عنك وبهدلوني، ما كانش قدامي غير طريقين، يمشي في الحلال واتجوز زي اي ست منكسرة ووحدانية، يمشي في الحرام. وساعتها قلت لا، انتي مخلفة راجل، كرامته من كرامتك وشرفه من شرفك. بس صدقني يا ابني، انا ما عملتش حاجة تخليك تقاطعني بالشكل ده. ولما رجعت من السفر طلبت انك انت تعيش في حضني، بس هم رفضوا يا مجدي. ما تسيبنيش يا مجدي يا حبيبي، ما تسيبنيش، انا محتاجه لك يا ابني. والنبي يا ماما بتعملي كده في نفسك ابدا؟ انا ما استاهلش دموعك دي اصلا عشان خاطري. والنبي ان شاء الله اول ما تقومي بالسلامه انا هعوضك عن كل اللي فات. اقف انت بس على رجلك ووعديني، وعديني ان انت ما تبعديش عني، وانا عمري ما هبعد عنك ابدا. حبيبي يا مجدي سيبني شبني يا حبيبي، انا محتاجالك يا ابني، محتاجالك. الولد سليمان كبر يا عمدي، واخوه تمام اتجوز وهو لا،
أنا حاسس كده إن الحكاية دي فيها إن تاه يا ابن الرفضي. أنا ابني ده ولا الخرسانة الصب. امشي امشي غور من قدام السعادي، امشي ينفذ يلا. طب ايه اعصابك يا عمدي؟ يطقلك عرق تروح فين؟ انت ما بقيتش صغير، انت بتفول عليا يا وش البومه. امشي انفذ من قدامي، امشي. طيب طيب حافظ حافظ. خير يا ابا؟ كنت عايزني؟ ايوه يا سليمان، أنا كنت عايز أتكلم معاك في موضوع كده راجل لراجل. اتكلم يابا، بس أنت أول مرة تقول عليا راجل، أنت كويس؟ أنا بقول عليك راجل عشان الموضوع اللي أنا عايز أتكلم معاك فيه ده. أيوه عايزني في إيه يابا؟ أنا يا واد متوغش عليك وعايز أتكلم معاك في مسألة كده، بس خجلان. إيه يابا متوغش وخجلان؟ لفك ودورانك دي قلقني. انت مش عايز تتجوز ليه يا سليمان؟ هل بت يكون عندك مشكله ولا عيب كده وخايف تعلن عنه؟ اعلن عن ايه يابا؟ ابنك سليمان حديد، داني من سلاله سليمان غانم. اني بس الحكايه وما فيه اني ما لقيتش لسه الانسانه اللي ترضيك. الانسانه اللي ترضيني؟ والله يا سليمان يا ابني اول مره تقول كلمه عليها القيمه من يوم ما ربنا ابتلانا بيك. يا برضاك عني بالدنيا وما فيه، ده أنا سبت سالي حب عمري كله لاجل رضاك انت ولاجل عيونك يا سيدي الدار. اصيل اصيل والله يا سليمان، واللي صرفته عليك طبر فيك. ايه ده؟ مين اللي بيخبط علينا السعادي؟ واني هعرف منين يابا؟ ايوه ايوه جاي. انا جاي جاي اهو جاي جاي. هو فين؟ هو فين؟ ايه يا ست انت راح فين؟ دخل عليك كده لبزع بيبي يا واحدك السوداء يا سليمان. والله لو اوريك امسك يا حاج وديني منعت ايك. انا تتجوز عليا يا قذر؟ انا قلت لك 100 مره انا مش قذر، انا بحبك يا سالي. الحقوني يا ناس، لسه عيالك لحمه حمرا زاهر وامل وبتعمل كده فيهم، امال لما يكبروا شويه هتعمل فينا ايه؟ هترمينا لكلاب الشوارع؟ عليا الطلاق لربيك، وطلاق مش هطلع يا سليمان. افهم بس الحقني يابا، ده انا حتى مسمي الواد على اسمك. جيتني يا تيتي. الحق الواد يا زاهر، ده باين عليها مجنونه. الحق ايه يابا؟ هو اللي انت سمعتيه ده شويه؟ عندك حق يستاهل، ده طلع متجوز اثنين ومخلف اثنين. البيه اتجوزني من 3 سنين واتجوز عليا ومين؟ ستناني الرقاصه؟ والله يا تيتي كدابي، انا اتجوزت من 2 سنة و8 شهور بس. وبعدين ناني مين؟ ناني دي انا طلقتها من شهرين. امال اتجوزت عليا مين؟ سندس الركلام؟ ومالها الركلام يا اختي؟ انت ناسيه نفسك وانت كنت ممرضه. يبقى هي يا بابا تضرب يا واد تضرب تعالي يما احسن تطير حاجه علينا ولا حاجه. اسمعيني بس هفهمك. بقول لك ايه ايوه قول يا بابا. البيت بيتك، اني 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 عايزك تكسري عظمه، ولا اقول لك لا اذبحيها احسن. الكياس والسكاكين في المطبخ عندك هناك اهو، خدي راحتك خدي راحتك يا بنتي. مش محتاجه سكاكين. يلا يما اكبر على ده. يلا انا مش عايز اضربها عشان انت بس واقف. اديني فرصه اشتمك حتى يا ولي. بطلي كده عيب، انا جوزك يا بلاش شعر. اسمعيني بس يا واطي. اسمعي عيب عيب زهر بس وزعل الواد زعل. الواد شايف ابوه بمهزر يا حبيبي. امك بس ايه دمها خفيف بنلعب عليا. هايل يا باشمهندس، ديزاين الفلل عامل زي سرايات الحلميه زمان، هو ده بالظبط اللي انا عايزاه. انا دلوقتي بعمل ماكيتات 3D عشان المشروع، وكنت عايز اعرف من حضرتك الاسم اللي استقريتي عليه. هسميه كومباوند الحلميه الجديده. مش قديم شويه حضرتك؟ قديم بالنسبه لحضرتك، انما بالنسبه لنا احنا ده ادفى واحلى اسم في الدنيا. انا عامله الكومباوند ده ليا انا واخواتي وامي واولادي اللي هم اصلا بالاساس من الحلميه. انا نفسي اسم الحلميه يرجع لفخامته واصالته. لو كان الزمن اتغير احنا نقدر نعمل صوره تانية منه. حاجه؟ ايوه استاذ مجدي سليمان واضح انه بيقس ومصمم برضه عايز يقابل حضرتك. طيب دخلي. اتفضل.
اتفضل اقعد يا مجدي. ليلي انا بقالي 3 سنين هتجنن. 3 سنين بعاتب نفسي وبضرب نفسي 100 جزمة اني ضيعتك من ايدي في يوم من الايام. 3 سنين بحاول اكلمك على موبايلك من تليفوني وتليفونات اصحابي وكل العيله، وانت دايما بتقفلي في وشي او بتصديني. انا ما خليتش كابين التليفون في الشارع ما كلمتكش منها، حاولت استعبط زي زمان. ليلي انا اسف، اسف بجد، ونفسي تسامحيني. ربنا نفسه بيسامح. مجدي ارجوك ما تصعبهاش اكتر على نفسك وعليا، احنا برضو في بينا صلة قرابة حتى لو من بعيد، لازم نعمل لها اعتبار. اللي انت عملته معايا ده يا مجدي من 3 سنين مفيش انسانة عندها ذرة كرامة تقدر تنساه. انا خلاص بقى في بيني وبينك حاجز نفسي، عمري ما هقدر اسامحك. ممكن اقبل اعتذارك كده كواحد اعرفه عادي، ممكن اقابله صدفة اسلم عليه، لكن حب ومشاعر وجواز وكده سافيني، او زي ما بتقولوا كده كان فيه وخلص. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير يا استاذ كريم، كويس انك جيت، انا كنت عايزك ضروري. خير يا وحيد، في ايه؟ استاذ كريم، من يوم ما اشتغلت مع حضرتك واحنا متفقين على الشفافيه المطلقه. طبعا، وعلى شرف الكلمه والصحافه الحره. في ايه يا وحيد قلقتني؟ عايز اعرف مين اللي بيكتب تحت باب الضمير عندنا في الجورنال. اشمعنى؟ شيء مريب جدا ان ابقى انا مدير تحرير الجورنال وواحد بيكتب عمود عندي ومعرفش اسمه ايه. صراحه كل المحررين ورؤساء الاقسام علقوا على الموضوع ده. خلاص يا وحيد، قول لهم ان انت بتكتب العمود ده. ده انت قلقتني اكتر يا كريم. بعدين يا وحيد بعدين، سلام. يعني انا هتحايل عليك يا نزار بيه عشان تنزل في الاجازات تتدرب في البدري جروب مع عمتك ليلي، عشان تفهم فلوسك وفلوس ابوك بتدار ازاي. يا نزار يا حبيبي، انت كبرت ما بقتش طفل. يا ماما، وحضرتك من ساعه ما سبتي الوزاره وخلاص فديت لنا بقى، وعايزه تسستمينا وتحدد لنا كل واحد هيمشي ازاي. ايه ده يا ولد، انت ليه بتقولي الكلام ده؟ على اساس ان انا فاضيه يعني؟ طب لعلمك بقى انا مش فاضيه خالص، كومباوند الحلميه شاغل كل وقتي. بعدين انا مديكم مساحه حريه كبيره جدا، حتى اسال اختك قولي له. حريه ايه يا ماما بس؟ ده اكبر دليل مثلا ان انا عايز اعيش سني، وحضرتك عايزه تفرضي عليا ان انا انزل اشتغل في الصيف. ده انا قلت كمان عايز اعيش مع تيتا انيسه، وحضرتك من ساعه ما طلعتي من الوزاره وقلتي لي اسيبها واجي اعيش معاكي. ليه يا ماما مش بتشوفي اللي حواليكي وتشوفي هم عايزين ايه ومش عايزين ايه؟ سامع اخوك يا هانم؟ سامعاه، سامعاه ومعجبه بيه جدا، ما شاء الله سابق سنه. انت اللي بتقولي الكلام ده يا وصيفه؟ طب انت لما قررتي تتحجبي انا فتحت بقي؟ عشان الحجاب جه على مزاجك بعد اللي حصل، كنت حابه انك تحسني صورتي قدام الناس، يعني الموضوع جاي على مزاجك. بنت كلامك ده معناه ان انا ست انانيه، ما بفكرش غير في نفسي وفي مصلحتي بس. طبعا اذنك يا ماما بقى هقوم اذاكر. خدني معاك. ايه ده؟ ايه العيال دي؟ يظهر ان انا ست انانيه فعلا. انا مش قلت لك يا ستنتي ما تنزليش الولاد الشارع بالشكل ده؟ ده لبس وده منظر. حقك عليا يا ست نازك. ما تقوليش ست نازك، انا اسمي نازك هانم، فاهمه؟ يلا روحي الهند هتدي لك شامبو وشاور جل ووايبس كمان. دول ايه دول؟ دول للنظافه، وهتدي لك كمان طقمين لبس للولاد. اقسم بالله العظيم لو شفت الولاد مره تانيه باللبس ده
مش هبيع لك ولا سجادة من اللي انت بتورطيها لي، فاهمة؟ يلا امشي. مساء الخير يا ست الهوانم. اهلا يا مرزوق، عملت ايه؟ ابدا، انا لسه راجع من عند مأمور السجن وبيسلم على سعادتك جدا، ودفعت الفلوس بتاعت الغريمات 66,000 جنيه، وادي الايصال اهو. بس انا بصراحه يا ست نازك معرفش يعني انت ازاي تأمنيني وتثقي فيا وتديني مبلغ زي ده في ايديا. عشان انت من جواك نضيف يا مرزوق، وانا وثقت فيك واختبرتك عن قرب. يلا خد الليست دي وروح للستات دول عشان المعرض دي فيها بقى كل الأنشطة بتاعت معرض أرامل الحلمية اللي فيها كل المصنعات اليدوية. دول أرامل الحلمية؟ ده أنا فاكرهم مساجين. مرزوق، ما احنا كنا ماشيين كويس قوي. معلش يا ست هانم بقى، زلت لسان بالإذن. أنا سعادتك يا هند. تحت أمرك يا نازك هند. جوزك اتأخر ليه؟ محل الشنط كلموني وقالوا لي ان اتحرك من بدري. والنبي هو رن لي من ساعه وقال لي ان الدنيا زحمه. اهو جه اهو. سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام يا اخويا. ايه يا ابني، انت مش هتبقى ملتزم في مواعيدك ابدا. التزم ايه بس؟ انت ما شفتنيش ايام الشقاوه ولا ايه؟ وايام الصوانات ده انا كنت مولعها في الالتزام. هو انت مش هتنسى الايام النيله دي؟ لازم تفكرنا بيها كل شويه. مش ده الشيفي بتاعي؟ شيفي اسمه سيدي يا جاهل. خد الليسته دي فيها نمر كل الناس اللي محتاجه شنط. كل اسره تديها شنطه، واللي مش قادر يدفع مصاريف المدرسه تكتب لي اسمه وتديها لي. حاضر يا هاني. سلام عليكم. ربنا يجازيكي خير يا ست الكل، والله ده اهل الحلميه كلهم بيدعوا لك. انا شايفه اللي انا بعمله ده طبيعي وده واجب. الثروة اللي أنا ورثتها من جوزي طلعت الله يرحمه كانت ثروة كبيرة قوي. وبعدين ولادي مش محتاج لها ولا أنا، الحمد لله. أنا شايفة إن أهل الحلمية أولى بي، هم أولى فعلا. وأنا يلا حسن الختام. بعد الشر عليك يا ست هانم، ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا رب. يلا قولوا غاية عشان تبقى ولد شاطر. بتتغ. أيوة بتخن فعلا. بتخن؟ أيوة. أنا ما قلتش بتتخن، أنا بقول بتتغ. أغ 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 بوتيتو. بوتيتو؟ أنت بتسمع إزاي؟ حضرتك أنا بسمع عادي، بس دي أول مرة والله يعني أتعرض لأي لغة تانية أو فرنساوي أو كده. طب قولي انت عايز تتعلم فرنسي ليه؟ بصي حضرتك طيبه، وانا هقول لك الصراحه، انا كنت في شرم وعرفت بنت فرنسويه، عيون فرنسويه، شعر فرنساوي، صوت فرنساوي، حصل بينا حب بقى فرنساوي، فلازم اتعلم فرنساوي. او بونجو، يعني انا ابقى مدرسه فرنساوي لشباب هلميه هنا عشان يعلقوا بنات بالفرنساوي؟ زق يا معلم. حضرتك مش حاسه بيا، هتضيعي كارولينا كده. طب اتعلم فرنساوي هنا ولا في اي حته؟ اتعلم فرنساوي. راح فين يا صرادق؟ تاني جمعه تاني. ما خلاص يا عم فضيناها سير. انا فرحان قوي، فرحان لك قوي يا ده صرادق قوي. شفت بقى، شفت الحلاوه حلو ازاي؟ لا والاحسن لما بتعمل اعمال خير تحس كده ان قلبك اتفتح على الدنيا والدنيا سلكت معاك. ربنا يخليها نازج هاني من السلحدور. يا سلام، بنت أصول وبنت ناس بصحيح. شنا رحت التوبة؟ والله رحت. قعدنا حكينا ورغينا واتفقنا على كل حاجة. اتفقتوا على ايه بقى؟ ده سؤال برضو. الجواز طبعا. لا يا راجل. لا يا راجل ايه يا عم انت مالك؟ انت مش مصدق ان توبة بتحبني ولا ايه؟ خلي بالك احنا مخبيين بس عن الناس
عشان موضوع الجواز ده والدبل والحاجات دي ممكن يأثر على المعجبين بتوعها. ايوه انت مش ايه انت مش مصدقني ولا ايه؟ انت بتبص لي كده ليه؟ لا مصدقك. طيب ما انا بقول لك يعني الواد زينهم راحت منه خالص. اه راحت يا معلم، ده هربت خالص. الله يخرب بيت الستات اللي يعملوا كده في الرجال. الواد غلبان، البنت شكلها قادرة، اول ما ربنا كرمها وبقت نجمة سيما ده تنقص جابت الله. طب وده يتعامل معايا يا معلم؟ الحكايه زادت عن حدها قوي. الحاله اللي فيها زينهم دي بيبقى حب مرضي، بيبقى محتاج دكتور. في دكتور صديقي يعني هجيبه يقعد معاها قعدتين ثلاثه في القهوه كده ويشخص حالته ويكتب له اي حاجه اديها له، ولو حكمتني يشيله مرابعا ونرميه في المستشفى هو يتعالج. بابا والله كسبت فيه ثواب. لا خرب بيت الستات على وقت. صباح الخير يا منصور. اهلا عايش. روح يا عربوط دلوقتي انت. ازيك يا عايش؟ الحمد لله. ايه طالع اسكندريه برضه تاني؟ اه طبعا. رحت. ايه ما انا قايل لك. قلت لك فرح مايكل ابن اختي. انت برضه مش جاي؟ والله مش عارف اقول لك ايه. انا مش قادر اسيب المكان. بس عايز اقول لك على حاجه بقى. بارك لام مايكل. بارك للواد مايكل. ودي له دي نقطته. الله الله الله. وانت ما يفوتكش واجب ابدا يا عم؟ امسك خلاص. لا بقول لك ايه، عليا النعمه ما هي راجعه. امسك يا راجل. ابتدى بقى، انت اجدع من كل اخواتي. تعيش يا عايش، تعيش يا صاحبي. استاذ ممكن بس معلش نقرا المشهد مع بعض؟ طبعا طبعا نقرا المشهد مع بعض. توبة توبة توبة. ايه يا عم يا توبة يا توبة؟ ده لازم يمشي يا استاذ. مشوا الواد ده من هنا، مش عارفين نشتغل. يلا يلا من هنا، ما تجيش هنا تاني. يلا شكلك غلبان ومش عارف بتكلم مين. هتكون مين يعني؟ انا المعلم زينهم زكريا، كبير الحلميه تاما، وخطيب الفنانه توبة. خطيب الفنانه توبة؟ طب ويا ترى بقى ملبس دبل ولا متكلم عليها؟ ايه ده ايه ده، انتوا بتستهزئوا بيا؟ شكلكوا عايزين تقطع عيشكوا. يا توبة يا توبة تعالي شوفي البقف اللي واقف بيكلمني ده. الله 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 الله. يا توبة يا توبة.